طبعا يعني احنا سعداء جدا بوجودك معانا النهارده، مثلا وسعداء بوجود خالد مثلا معاكي. طلبتي او شفنا ان انت طلبتي ان انت تبقي موجوده في النادي الاهلي، فحاولنا ان احنا نحقق جزء من احلامك ومن حلم خالد ان انت تبقي موجوده في النادي الاهلي. اتفضلي، يعني خلينا نتمشى في النادي. ويعني النادي الاهلي بالنسبه لك بيمثل ايه يا ام خالد؟ وبرضه اسمع من خالد، يعني اتفضلي اتفضلي. بيمثل كتير. وبابا مبسوطة طبعا لما بتفرج على الأهلي ولما نكسب كده وناخد بطولات. طبعا بابا مبسوطة وفخورة، فخورة ان انا اهلاوية. بتشجعي الأهلي من زمان؟ طبعا من زمان جدا، من انا صغيرة. الجيل اللي انت فاكراه بقى من الأهلاوية مين؟ القديم قديم جديد اي حاجة، اي حاجة اللي انت عايزه. القديم عايز القديم ماشي. القديم بركات، عماد متعب، ابو تريكة، حسام الحضري، كل الاجيال دي، وائل جمعة، جديد مجدي قفشة، محمد شريف، الشناوي، علي معلول، علولو طبعا. وانت يا خالد اخبار الدنيا معاك ايه؟ محمد شريف وقفشة طبعا، وكابتن محمد الشناوي. مين اكتر واحد بتحبه؟ محمد هاني، محمد علي معلول. علي معلول تحب؟ علي معلول تحب؟ وليد سليمان طبعا. طبعا طبعا عامل كابتن وليد سليمان. مبسوط ان انت في النادي الاهلي؟ مبسوط وفخور يعني ان انا في النادي الاهلي طبعا. طيب هنكمل كلامنا مع السيده الفاضله ام خالد. الحقيقه في ظل امور كثيره جدا وحاجات على قد ما بنقدر الحقيقه بنحاول ان احنا دايما نسعد الناس في هذه الامور. ده تمثال صالح سليم. أيوة كابتن صالح سليم طبعا، رحمه الله عليه، الاسطوره الكبيره في الاداره وفي كره القدم. تفتكري ايه عن اهم قرارات خدها كابتن صالح وهو رئيس للنادي الاهلي؟ او يعني حاجه انت فاكراها صالح سليم عملها وكابتن صالح سليم عملها وشايفاها ان هي بتمثل شيء مهم؟ تسمعي عنه؟ بسمع عنه كتير والله. والله شايفه بقى دي المدرجات بتاعه التتش من هنا احنا رايحين دلوقتي، بس هي دي المدرجات بتاعه مختار التتش. احنا النادي دايما بيبين كل حاجه من خلال الـ 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 الوسع اللي موجود لاعضاء الجمعيه العموميه. احنا كده شفنا تمثال الكابتن صالح، وهنكمل هنروح بقى لملعب مختار التتش، برضو من الملاعب او المعالم الكبيره جدا داخل النادي الاهلي. ايوه بتحب الحاجات دي يا خالد؟ طبعا. النهارده هتبقى مبسوط وهترجع لاصحابك تقول لهم انا شفت؟ هتقول لهم بقى انا شفت ايه جوه النادي؟ ان انا فخور انا بقى اهلاوي ومبسوط ان انا جيت النادي الاهلي. مبسوط ان انا جيت هنا وتصورت طبعا في النادي الاهلي. نادي القرن طبعا. ماشي. تفتكر انت عندك كام سنه؟ 16. تفتكر الماتش اللي انت بتحبه للنادي الاهلي اللي معلم معاك؟ بتاع افريقيا اللي خدناه من الزمالك، بتاع الدوري، بتاع قضيه ممكن. عملت ايه ساعتها؟ فرحت جامد، فرحت جامد جامد والله. جامد جامد. كنت بتتفرج في البيت ولا بره؟ ايوه في البيت مع ابويا كده. والله وعملت ايه بقى؟ فرحنا جامد جامد. ما كسرتوش حاجه؟ والله انا شلت ابن اخويا وقعدت الف بيه. لا والله. والله شلت ابن اخويا وقعدت الف بيه واتنطط بقى. وعندنا بقى في الشارع بره زمامير بقى، وبقى الشباب تهيص ونولع شماريخ لا والله. والله اليوم كان ده يوم طب والعشره بقى عشان بقى لها فتره طبعا غايبه عننا. فعشان كده التسعه دي كانت فرحه بالنسبه لنا جامده اكتر من العشر. طبعا عشان بقى لنا كتير ومن الزمالك طبعا واخدينها. يعني عشان تعرفي تنخشي الناس. طيب يعني طبعا البطوله الافريقيه التاسعه دي بطوله مهمه جدا، ويعني كلنا فرحانين وكلنا مبسوطين ان احنا. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا احمد بيه؟ السلام عليكم. ربنا يخليك يا فندم. ان شاء الله يا فندم. فيعني التاسعه والعشره اعتقد بطولتين ورا بعض مهمين جدا. ايوه طبعا. طبعا ان شاء الله. خالد قول لي برضو، وانت قاعد بتتفرج على الاهلي بتبقى مبسوط؟ ايوه طبعا ببقى مبسوط جدا جدا، ببقى مبسوط ان انا شايف اللعيبه بتلعب حلو ومبسوطه وكده. يعني انت عاجبك الاهلي الايام دي؟ ايوه
الماتش بتاع امبارح هو اللي ما كانش حلو قوي يعني، بس الحمد لله احنا في ارضهم وجبنا جون يعني. اه الحمد لله. الله، ده انا ناخده محلل معانا. ايه رايك؟ ايوه. يحلل الماتشات. قال لك اهم حاجه ان احنا، قال اهم حاجه ان احنا جبنا جون في ارضهم. ايوه ارضهم. طب الماتش اللي جاي يوم 23 يعني ان شاء الله متوقع ايه؟ ان شاء الله بنكسب ان شاء الله 2-0 ان شاء الله. 2-0؟ اه ان شاء الله. اعتقد هو فريق عادي. اه عادي، مش صعب يعني، بس هي الارضيه كانت وحشه امبارح اصلا. اه الارضيه كانت صعبه جدا. انت عارفه الماتشات اللي زي دي دايما بتبقى فيها الحر والرطوبه والحاجات دي في افريقيا بتبقى صعبه جدا، وهي الارضيه واعي مش متعودين ان احنا نتفرج على ماتش بالنهار يعني، نلعب بالنهار وكده. اه ان هم مبسوطين ان احنا تعادلنا امبارح برضو عادي، مش مشكله ان شاء الله نكسب النهار. بس انا بالنسبه لي التعادل خساره، ما بحبش نتعادل، بحب نكسب على طول. اه ما هم الاهلاويه، احنا الاهلاويه كده عندنا شغف ان احنا دايما نكسب وان احنا دايما. أيوة. ربنا يكرم ان شاء الله.